مع الأنور وصلنا لمحطتنا المختلفة والمتميزة، ودائما عنا عدد كبير من السيدات السوريات الناشطات بمجال الجمعيات المختلفة والمتنوعة والفرق اللي بتشتغل على إعادة إحياء التراث السوري والحفاظ على طبعا هويتنا من مختلف المجالات طبعا التراثية. اليوم رح نحكي عن حكاية وهو عنوان المعرض الجماعي لإعادة تدوير الأقمشة التراثية واللي بيروي حكايات عدد من السيدات السوريات ممكن امتلكوا المهارة في إعادة إحياء التراث عبر الأقمشة والخيوط اللي إلى مكانة خاصة بذاكرتهم وبذاكرة بيوتهم اللي طبعاً عم بيعيدوا استخدامها. لنحكي أكثر عن التفاصيل بصيرنا يكون معنا اليوم رزان كيلاني، عضو بمجموعة إبرة وخيط لتدوير الأقمشة التراثية، ورجاء إدريس مهتمة بإعادة تدوير الأقمشة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحكم. اليوم بعد العديد من المعارض والمشاركة فيها، خلينا نحكي عن حكاية. لما نقول حكاية يعني بيحمل العنوان كتير بالمعنى الأساسي. لما نقول يمكن حكاية القماشة التراثية أو إعادة تدوير هي القطعة إلى حكاية يمكن بقلبنا وإلى ذكريات معنا. خلينا نحكي عن هيدا المعرض، شو اللي بيميزه وعن عنوانه، شو الرسالة اللي حابين تقدموها من خلاله. هلا بس بدي احكي عن مجموعتنا، مجموعه ابره وخيط. نحن طبعا مثل ما حكيت نوعنا باعاده تدوير الاقمشه التراثي، صلي مع المجموعه من وقت تاسيسها من 2015، واستضفنا كثير منهم يعني. أيوة، حكينا عنهم كثير. كل سنه عندنا معرض سنوي بنحاول هالمعرض انه يحمل صفه معينه. صحيح. كل معرض بنحاول نتطور فيه، عملنا تراثنا بايدينا، دخلنا اقمشه تراثيه، السنه الماضيه عملنا حروفيه، دخلنا الحرف العربي. السنة معرضنا يحمل اسم حكاية، حبينا انه نطور شغلنا، حبينا نعمل لوحة قماشية. طبعا اللوحة القماشية كتير بدها شغل، بدها تقنيات، بدها في تفاصيل كتير صغيرة بيدخل فيها تطريز، بيدخل فيها ممكن كروشيه. فكل لوحة هي عبارة عن حكاية عن سيدة. معرضنا السنة في تنوع كبير، كان عندنا تنوع بالألوان الأعمال، بالأشكال اللي بتدخلها السيدة. هلأ صار في تنوع بالقصص، يعني كل لوحة هي حكاية سيدة سورية. حكاية حزينة، حكاية فرحة، يعني بتشوفوا المعرض كثير في تنوع بالأعمال. أستاذة رجاء، خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي أكثر عن مشاركتك الأخيرة. نعرف أن حضرتك من السيدات الفاعلات ضمن إبرة وخيط، ومثل ما قالت كمان الأستاذة رزان، كل معرض كانوا عم بيحاولوا من خلاله يكون في له رسالة وهوية تضاف إلى الشيء الثابت اللي بنعرفه عن إبرة وخيط، اللي هو الحفاظ على عادة إعادة التدوير وعلى الأقمشة التراثية. هي اللوحة القماشية أو اللوحات القماشية الموجودة معنا، نحكي عن مشاركتك بهذا المعرض وشو مختلف كان بهي المرة. هو احنا بلشنا مثل ما قالت السيدة رزان، انه بلشنا احنا بقطعة صغيرة وكنا نعمل مربعات واغطية طاولة، وانا حبيت انه اطلع من هالمود هذا واني اعمل لوحات لوحات للحيط قماشية، مع انه يعني حتى انا بشوف الرسمة وبطبقها قماش. حلو. يعني القماش اصعب من الرسم لسه، بدك تقصي قطعة صغيرة وتحطي وتخيطي. حبيت انه اطلع انا من الشراشف الطاولة للمخدات لحط لوحات. هي بس كمان كله اعادة تدوير، كله إعادة تدوير. مثل ما قلتي يمكن لما نقول ننتقل للوحة، اللوحة صعبة بالقماش، بدها تفاصيل قد ايه، بدها مجهود وتعب. يعني لما نقول تطريز مثلا بيكون الموضوع مختلف عن اللوحة. اللوحة بدك تحكي تفصيل، يعني الوجه، التم، حسب القطعة شو موجود فيها، بدها مجهود يمكن مضاعف وبدها التركيز على التفاصيل أكثر. بكل يمكن تفصيل قماش أو قطعة قماش بدك تحطيها. طبعا هلا انا وقت بقعد بدي اعمل اللوحه يعني بنسى حالي، خلص بصير بعالم ثاني، انه عقلي كله باللوحه، شو بدي احط قماشه، شو بدي احط لون، كيف وكل لوحه يعني انا شو بحب بحط. مثلا انا بحب البحر، من البحر ملت هي انه بتدل على البحر والنورس يعني وقت بتطلع فيها برتاح. يعني في منهم كمان فينا نعمل براد صغيره للشباك من خلال لوحه فيكي. او طبعا غطاء طاوله قد ايه حلو مثلا، حتى يمكن من خلال اللوحات عم تعبروا في داخلكم. بنعبر ايه، بقول لك انا الساحل بحبه. انا شايفه القماش اللي موجود فيها انه هو جينز. يعني هلا اذا حد عنده مثلا قطعه جينز قديمه ما عاد تلبس، بنقدر نعمل منها لوحه. يعني هي حتى قطعه هاد بنطلون وهاد قطعه مخمل، ممكن كمان تكون قطعه قديمه موجوده او شيء من البيت. هي مثلا
بتوقع ما بعرف شو بلوزه مثلا بلوزه بلوزه مخمل بتقصيتها حلو لنا. يعني نحن ممكن قطعتين ثلاثه صاروا قدام نقدر نعمل فيهم لوحه صارت بقلب البيت. انا في شغله انه صرنا نحن عم نتطور كثير بابره وخيط صح يعني عم يصير عندنا افكار ثانيه. شوف هلا هي بدايه مزبوط لا لوحه هي لوحه بس فينا نستخدمها فيك على شباك صغير كمان بس بتمثل اللوحه بس شوفي انا شو اضفت لها هون اكراليك الغيوم هي اكراليك الوان ايه انا عم دس يعني حاسه انه انت مدخله عليها ايوه صرنا انه مضيف شغلات ثانيه يعني من افكارنا غير الاقمشه هذا اللي لاحظناه بعطيها رونق ايه يعني احنا عم نستضيفكم بشكل دائم من خلال معارضكم ونشاطاتكم وكل مره في شيء جديد يعني قد ايه حلو التجديد بهي القصص الفنيه يعني لما نقول قطعه قماش والحفاظ على الاقمشه التراثيه اللي احنا بنعرفها ولما تعملي اعاده تدوير دائما في شيء جديد معكم هذا متعب لما تخلقي شيء جديد بينافس الكل لانه عم نشوف هي موضه اعاده التدوير اليوم لا معكم دائما بكل معرض في حكايه مثل ما قلنا حكايه جديده عم تحكوا لنا اياها لا ما متعب بالعكس ممتع انا بحسه يعني انا عم اقول لك وقت بحط اللوحه بنسى حالي ولا بحس بتعب ولا بالعكس يعني بحس بسعادة انه عم زيد شيء من عندي عم نتطور عم يصير عنا اتقان اكثر للقطعه للقطب جوده عرفتي يعني صرنا نعرضهم ونحن مبسوطين مبسوطين انه هيدا كثير عمل منيح ومتقن يعني بنشوف حالنا نحن صرنا شغلنا كمان هي القطعه اذا فينا نعرضها هي قطعه كثير مميزه هي اللي بيعلقوا عليها الكرافات هي مشكله السيدات بالبيت وين بدها تروح الكرافتات هي خلينا ما بيقعدوا بيستعملوا يعني هدول جرافيتات زوجي كلياتهم هدول جرافات هدول اللي بطل يلبسون ما بطل اخذتيهم منه ما صادرت يعني هلا لانه هنن معلقين صاروا لوحه ما عاد يقدر يلبسون عرفتي كثار كثير انا استغليتهم انا زوجي الله يرحمه توفى يعني خليتهم انه هدول الذكرى ذكرى كل دائما عنا هو معنا بروحنا كثير حلوه كل شيء معلقتها عندي بالحيط يعني صحيح ومميزه وبنفس الوقت يمكن هي عباره عن فستان اذا انتبهتوا انا صح انتبهت انتبهت كان بدي اقول لك عليها انه هي معموله على شكل فستان فكره كثير حلوه ممكن اي شخص عنده شيء من حدا عزيز بحبه حابب يحتفظ فيه ذكرى يعني بيحوله للوحه او بلوحه لقطعه احسن ما تتركيهم كلهم مكونين عم تستفيدي منهم وعم تعملي لوحات حلوه ببيتك وبتضل ذكرى دائمه صحيح. يعني بوشك كانه قاعد معكم الشخص اللي صحيح. عم تعملي من القطع تبعه صحيح. لوحات الله يرحمه طبعا الله يسلمك طيب خلينا نحكي كل لوحه قديش بتاخذ منكم شغل يعني بالمعرض الاخير كل صبيه مشاركه معكم قديش ممكن بتاخذ شغل وممكن تقول هي اللوحه حابه اشترك فيها لا هي اللوحه لا هي القطعه يعني في قطعه بتحسي عزيزه عليكي هيك بتحبيها اكثر من قطعه او هيك فيها تفاصيل وتعبانه فيها اكثر هلا نحن بنبلش بنستعد للمعرض سنه يعني بنضل هلا بعد ما يخلص هلا معرضنا بنبلش بقى بنفكر شو بدنا نعمل للسنه الجايه وبنبلش بنشتغل بهالسنه اللوحه احيانا بتاخذ اشهر يعني لحتى تشتغلي فيها وكل لوحة هي لوحة عزيزة يعني في سيدات بيعرضوا اللوحات بالمعرض بيقولوا لي ما بدنا نبيعها يعني انه هي بس للعرض استضفنا كثير انه هي كثير غالي علينا يعني فنحن بتاخذ اللوحة وقت منيح يعني العمل اليدوي عمل متعب. حلو بس عمل متعب صحيح. بس نحن ما بنحس بهالتعب لانه كثير بنكون عم نستمتع فيه طيب كمان استاذ الرزان يعني نحن اليوم عم نقول حكاية وبنعرف انه يعني انتوا احيانا بتجتمعوا عدد منكم وقت تكونوا عم تشتغلوا على اللوحات احيانا كل حدا ببيته فبتندمج هاي الحكايه مثل ما بنقول حكايه اللوحه مع حكايه شخصيه ويمكن هذا الشيء له نوع صار كمان من الدعم النفسي للسيدات اللي عم بيشاركوا من مختلف الاعمار ومختلف المحافظات مختلف المجالات نحكي عن هذا الجانب اليوم اليوم هذا نوع من التفريغ هذا نوع من الابداع نوع ايضا من دمج اعاده دمج السيده اذا عندها اي نوع من انواع المشاكل الاجتماعيه بحياتها انتم عم توفروا لها اعاده دمج مع المجتمع نحن عم نجتمع طبعا كل نهار سبت بمجمع دمر الثقافي مثل ما حكيتي انه كل سيده بتشتغل قطعتها بالبيت يعني وبنجي بنورجي بعض بيصير في نوع من التشجيع تبادل بس في عنا فكره كثير حلوه كل سنه بنعملها انه نحن بنعمل لوحه جماعيه باسم المعرض تبعنا فلوحتنا الجماعية هالسنة حملت يعني اسم حكايتنا كل سيدة عملت لوحة صغيرة 22 سنتي ب 22 سنتي جمعناهم مع بعض تقريبا 14 سيدة اشتركت وعملناهم لوحة كبيرة
سميناها حكايتنا. طبعا هي اللوحة كتير الشغل فيها ممتع لأنه مضطرين نشتغلها بالمجمع، يعني مو كل واحدة ببيتها، فكلنا بنجتمع فوق بعض وعم نخيط اللي قطعة من هون اللي قطعة من هون، وبعدين جمعت معنا قصص كتير حلوة يعني لسيدات سوريات، كل سيدة حاملة قصة وحكاية، سميناها هي اللوحة الجماعية حكايتنا. شوفوها بالمعرض كتير حلوة، فيها تنوع يعني، ومثل ما حكيتي انه يعني نوع من التفريغ، السيدة عم تجي اول شيء عم تعمل شيء مفيد، شغلة تانية انه مو بس عم تعمل شيء مفيد، عم تفرغ طاقات، عم نشوف بعض، عم نتشجع ببعض، عم نتعلم من بعض. يعني في سيدات شاطرين بحرفة مثلا تطريز، بشغل صناعة، بنعلم بعض، فعم بيكون اجتماعنا مثمر، وكمان عم بيأملنا يعني في سيدات عم تبيع يعني مردود صحيح مادي، لأنه كثير من الصبايا والسيدات اليوم ضمن الظروف عم يحاولوا يكونوا معينين لأهلهم. فخلينا نوجه كلمة لكل الصبايا والسيدات اللي فعليا حابة تنضم لكم أو حابة تشتغل بهذا المشروع، شو النصائح اللي بتوجهوها لإلها؟ كيف ممكن تحطوها على بداية الطريق؟ لأنه بنعرف في صعوبة يعني متعب، مو من أول مرة ممكن تزبط الشغلة، قديش بيكون عندك دافع وشغف، وبنفس الوقت فينا نقول إنه ممكن هي تعمل مشروع الخاص ليكون في عنده مردود مادي، يعني في تستغل يعني الطريقتين. هلا نحن للأسف بتفكر السيدة إنه أنا مثلا ما مالي مرأة، مالي فنانة بالحياكة وكذا، مع إنه جداتنا والسيدات يعني امهاتنا كلهم كانوا يشتغلوا اعمال يدويه، يعني كل سيده كان لها قطعه بالبيت، كنفة او مثلا صحيح. يعني كان الكل يشتغل، فلا انا بشجع كانت كلها شغل قديم، فانا بشجع يعني ما في حدا ما بيقدر يشتغل شغلنا. بعدين نحن بنعتمد ببدايه التدريب على قطبه كثير بسيطه، يعني اي سيده ممكن تساويها، بنعتمد على مبدا تجميع مربعات، تجميع مثلثات، يعني تدريب قديش بتدربوا الصبايا تقريبا؟ قديش بتقعد فترة التدريب إذا بتكون بتدربوا الصبايا؟ هلا هي وشطارة السيدة، يعني ممكن خلال شهرين ثلاثة تطلع قطع مثلا حلوين، يعني هي وشطارتها. بعدين نحن تدريبنا مجاني صحيح. السيدة بس مطلوب منها تجيب إبرة وخيط وتعمل شغلات، يعني ممكن تكون لبيتها، ممكن تكون مشروع التجاري يعني اللي ممكن تبيع منه، يعني فشي حلو ومثمر. بعدين العمل اليدوي كتير بيفرغ طاقات سلبية، يعني بتحسي حالك بعد ما تشتغلي انه كثير هيك بتحسي حالك فريش، يعني مرتاحه وعامله شيء حلو لبيتك، كل الطاقه استثمرتيها بطريقه صح. ست رجاء، خلينا نحكي شوي اليوم عن تجربتك الخاصه ضمن ابره وخيط. يعني نحن يمكن دائما ست رجاء عم تحكي لنا عن المجموعه بشكل عام باعتبارها موجوده معهم من 2015 لهلا، كل مره بنشوف سيده بيكون لها تجربه خاصه. يعني اليوم الابره والخيط هي جزء من حياه اي سيده طبعا. ومن تراثنا بالستاتنا وجداتنا كانوا يشتغلوا ويعملوا شيء، وايضا هلا انت ام عندك عائله، ممكن تكون هالعائله بتاخذ شيء الحديث ما بهمها هي التفاصيل، ولكن انت هلا بتغيري لهم نظرتهم لهذا الموضوع. احكي لنا عن تجربتك الخاصه. انا مثل ست رزان كمان دخلت يعني انا وياها سوا، وانا بحب كثير كثير هيدا الشغل تبع الفنون، يعني لي مراء بالفنون وبحب اشتغل، مع انه بناتهم ما بحبوا، كثير حاولت اني اعلمهم. عم اقول لك احيانا بتطلع الام بتحب شيء والولاد بيطلعوا يعني بيحبوا ما بدهم، بس انا يعني لاني بحب هالشغله يمكن صرت اني اتطور كثير وابدع فيها، عرفتي يعني، ومثل مثل ما قالت رزان حكايتي قصتي شعوري، يعني كل شيء بحب بشعر فيه بحب انه احطه بهاللوحه يلي انا بدي اعملها يعني. وهذه كانت تجربه كثير كثير حلوه لنا، وانا بشكركم انتم يعني تلفزيون كثير انه عم تضووا لنا دائما على اعمالنا، وبتمنى انا كمان انه من الجهات الثانيه المختصه مثل وزاره الثقافه وزاره السياحه، عرفتي انه يحطوا لنا اشياء من اعمالنا يعلقوهم مثلا عندهم، يكون في دعم. مثلا انا رحت على مصر، انا منين هذه اللوحه نقلتها؟ نفرتيتي. لانه صورت عندهم اللوحات، بتلاقي بتفوتي على الاوتيل حاطين في محل وين ما بتمشي قطع يعني بحطوها، انه هذه شغل مصر بتعرفيها من قطعتها. ونحن لازم هيك يعني، هلا نحن عندنا الاقمشه الاغاباني البروكار، يعني هذا تراث سوري، ونحن بنضيف لكل قطعنا. هذه هلا القطعه اللي حملتيها لو سمحتي، ايه هذه شوفي هلا فيها بروكار صحيح،
يعني منضيفه من شكله بتعرفيه فورا انه هذه قطعه سوريه، لانه هذا ما حدا مختص بهالقماش غيرنا. عرفتي يعني نحن بنتمنى من الجهات المعنيه انه يشجعونا اكثر ولننتج اكثر، بيشجعونا بنصير بنعمل اشياء كثير احلى وكثير يعني يعرضوا عندهم، ما بدنا نحن نبيع بس انه يعطوا فكره عن التعريف عن اعمال السيدات السوريات. اكيد انه شو كيف بتبدع بشغلها يعني اكيد، وبنضم صوتنا لصوتكم، يكون في جهات داعمه وراعيه لكم بشكل اكبر لكل السيدات السوريات اللي عم يحاولوا فعليا يبنوا مشروعهم الخاص ضمن ظروفنا الصعبه والقاسيه اللي عم نمر. اكيد سعيدين بوجودكم معنا، بنتمنى لكم التوفيق وان شاء الله بنحتفل معكم بالمعرض ان شاء الله. هو معرضنا ابره وخيط ان شاء الله، معرضنا الاحد حيكون 30 الشهر، افتتاح الساعه 5:30، وفي ندوه حتلقيها مدربه اليوغا الدوليه غدير بغجاتي، حتتناول موضوع اليوغا والعمل اليدوي، كيف السيده بعد ما تشتغل اعمال يدويه يمكن كمان تعمل تمارين لاصابعها لايديها. حلو، فبنتمنى انه تزورونا يعني يوم الاحد على 5:30 ان شاء الله. واكيد بندعي الناس اللي عم يسمعونا ويشوفونا انه هن يكونوا موجودين كمان الله. تشجيع ودعم احيانا كثير حدا بيعطيكي فكره وهو عم يتفرج على لوحه او ثناء معين بيضل ببالك طبعا، بتشوفي هالاقبال انت من الناس يعني بتصير بتشجعي اكثر انه تشتغلي اكثر. عرفتي نحن عم نلاقي اقبال اكثر بالمعارض ان شاء الله، كل سنه عم نكثر يعني وعم ننبسط، بس بصير هيدا لنا تشجيع كبير انه نضل نشتغل اكثر واكثر ونقدم كل شيء حلو عنا. نحن موجودين لنسلط الضوء دائما على شغلكم الجميل وشغل الصبايا والسيدات السوريات. بنتشكركم ونتمنى لكم اكيد التوفيق. شكرا كثير لكم. شكرا لكم، شكرا على استضافتكم كلكم. شكرا ست رزان، وشكرا ست رجاء، وتحيه اكيد لباقي سيدات ابره وخيط، ونحن دائما فخورين بكل السيدات السوريات وباشغالهم. شكرا شكرا كثير لكم، شكرا لكم على استضافتكم.